مقلوب upside down. upside down. هي دكتور معنا الدكتور باسل الشيف. هينا من هلا حطينا الفراخ. شو هنعمل فيها؟ بنحمرها. وبعد ما نحمرها نرفعها من هنا. دكتور باسل دكتور أسنان وهوايته هي الطبخ. هلا هو بده يحكي لنا ايش مكونات المقلوبة. انت اللي راح تحكي. المقلوبة عبارة عن ايش؟ طبقات. شو اول طبقة بنحط؟ البندورة. بعد هيك الباذنجان. تمام. شو هنحط هلا؟ البطاطس. لا هنحط هلا ايش؟ الدجاج. تمام. نضغط عليه. نضغط عليه هيك. هلا هو ليش يعني نضغط على الرد؟ عشان لما تيجي تقلبها كله يكون مضغوط في بعضه. تقلب كله يعني. هي هذه المقلوبة يعني اشهر اكلة فلسطينية يعني واسهل اكلة ومتناسب هي يوم الجمعة يعني لما مثلا تخلص صلاتك تبدا يعني خلص يعني تكون المقلوبة جاهزة. ايش يا دكتور باسل انت كيف تعلمت يعني وعرفت انك تطبخها؟ والله هذه الغربة اللي بتعلمها ايام الجامعة. ايام الواحد ما كان يدرس في مصر. تمام. فكانت الاكلة هذه كنا نعملها للدكاترة المصريين فكانوا يموتوا عليها خاصة لما نقلبها. اوه شو هذا الشيء اللي بنقلب. بس انت وين الاكلة لازم نضلنا نتعلمها ونتقنها تماما. تسلم ايدك يا عم باسل. وطبعا اللي بده يسوي هي يحكي لهم الطريقه ويصوروا. ولا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه والمتابعه عشان تكون جديد على قناه عالم كريم. يلا باي باي. انا بابا. يلا.